عادل خويا احمد الروينه في العوينه احمد كاينه واحد القبيه فيها 20 بياسه ايوه لا يجينا الصباح ياخذها ولا بغاوها مور العصر غنجيب فيها العدد هاي شتيها هاي اوفر سايز عريضه بالجيوبه بالسلسله ديالها هاي شتي احمد ايوه هاي بالسلسله هذيك فيها 20 بياسه لا يجي الصباح ياخذها ان شاء الله ولا بغيتوش ولا مور العصر شتي احمد هاللي هو اللي فيها الثمن ديالها 1000 ريال ها انت سيدي احمد تبرع عليا في اللون الهبال ديال الهبال والروينه في العوينه وكاين واحد موديل اخر احمد نوريه لهم حتى هو 1000 ريال ديال الكارو ها هي حتى هي نعطي لهم ب 1000 ريال احمد يلا اللي بغى يربح العام طويل سيدي احمد هاي شبعان الوان تي هاي حتى هي ديال الكارو تي حتى هي 1000 ريال اللي بغى يجي لها يجي فيها 20 بياسه اللي بغاها يجي لها العشيه شي احمد ايوه حتى هي 1000 ريال هاي بالجويب اوفر صافي صافي احمد صافي الموطور درتو اه يلا احمد سيدي احمد مربوحه حي خويا احمد الروينه في الكوزينه احمد اه لوطوروت احمد لعبال لعبال احمد ثمن خيالي 80 درهم شتيها ايوه شحال الثمن 80 درهم ماشي 2400 ولا 150 80 درهم هاي هاي ها انت احمد ايوه احمد اه احمد ها انت فاطمه كون كانت فاطمه بحالك ما تخرجش من الدار احمد ها انت احمد سير احمد لاباس عليه وكل معذب احمد ها انت اخويا احمد شو قداش احمد 16 100 شنو ندير لك اخويا احمد ما عندي ما ندير لك انا معايا نهزك ونديك دار القادر بغيتي تفارق نجري معاك انا في الخير اخويا صح ولادك راه ولادي انا والله ما ندوزهم واخا تي ياكلوا بزاف والله ما ندوزهم احمد واخوذهم ما لقيتي ما خوذهم ما كان ولادك لا كان الكبده ديالك احمد احمد 16 100 لوطوروس ب 16 100 هبال هبال ها الغوز بحال اللي يشيل مسحور واقيلا اش من المحلول؟ ها هو الغوز محلول الكري باقي الكري تلفات هذيك الموسخه ديال مرتك احمد راه والله تنهرس لها في بوم احمد وهرسك انا قلتها لك راك شتيها البارح اش دارت البارح انا قلتها لك احمد شو قداش 80 درهم احمد تحسب عليا مرا وهي ها نص مرا باش ما اه حتى بحال العيالات لا لياتها منك ليها بنت الخانزه الاخرى تعيني مرتي نضربك احمد الله يا خوز نضربك والله احمد 16 100 واللي بغى سلاح احمد غدا ان شاء الله الاربع ان شاء الله مربوحه مربوح حيد احمد